سلام، شكرا على إيقاع موسيقى العندليب وأغاني عبد الحليم حافظ. أحبائنا الكرام، نرحب بكم ونستقبلكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برامج دندنة مع عماد، ودائما على القناة الفضائية شادة تي في. أرحب بكم طبعا، ورحب بكل مشاهدينا، كل أوفياء الأحباء، سواء كانوا داخل أرض الوطن، أرض البلد الحبيب المغرب، أو خارج أرض الوطن. كذلك كل مغاربة العالم، كنحييكم ألف تحية، وكنبغي نعاود مرة أخرى نشكركم ونشكركم، لأن تلاقيت في الصيف الفايت كتير كتير مع الناس ديال الجالية المغربية، والحمد لله يعني التشجيعات ديالكم المتواصلة وحتى الإعجاب ديالهم بالبرنامج، تيقول لي دائما كنتوانسوا معكم، وحنايا يعني في الديار ديال المهجر كنتوانسوا معكم، وكتكونوا انتم كجسر تواصل بين وبين الفن والموسيقى والفنانين ونجوم الساحة الفنية والمواهب من خلال برنامج دندنة مع عماد، طبعا على القناة الفضائية شادة تيفي. كنبغي نرحب كذلك أيها الأحباء الكرام بأصدقائي الفنانين الموسيقيين، طبعا عازف الأورج طارق صويري، فنان ابن فنان، ثم كذلك الأستاذ رشيد يعني الودود والخفيف الظل، ثم كذلك رفيق الدرب دريس نيجرا عازف العود بامتياز، وكذلك صديقنا وضابط الإيقاع مراد صاحب النكتة، ولو أنك يبان معقول ولكن رفيق الضحك فيه شي شوية ديال النكتة كيبين راسو معقول، ولكن ها كانت فيه الكاميرا أراك ما علينا. تنبغي أنني نرحب أصدقائي الفنانين اللي غادي أتتوا معي هذا الفضاء الجميل وهذه الحلقة هذه، طبعا عبد علي الغاوي أخي وصديقي، وكذلك من النجوم الساحة الفنية المتواجد منذ سنوات، بارك الله لك عبد علي، كدير؟ أهلا وسهلا، وإحنا كذلك كنكونوا جد سعداء لما كنكونوا يعني بالصحبة ديالك وبالجلسة ديالك، وكذلك مع الفرقة الموسيقية اللي دائما يعني تبهرنا في الأعمال ديالها في المعزوفات ديالها، فأهلا وسهلا بهذه الجلسة الحميمية. طبعا عبد علي الغاوي ماشي فقط هو صديق ديالي، بل صديق جميع ليزانيماتور ديال شادة، وكذلك المعدين والتقنيين، وكذلك صديق حتى الرئيس المدير العام، ده ابن الدار دابا انت، لانه كان انا شخصيا يعني كنشهد على تاسيس هذا المقر الجميل، وعلى هذه القناه ديال المنوعات اللي نفتخر بها في المغرب وخارج المغرب، وكيف كيلاحظ الجميع يعني جميع الفنانين العرب يعني كيتهافتوا باش يحطوا الاعمال ديالهم في شادة، فهذا الا وشادة عندها مصداقيه في المغرب وخارج المغرب، فغادي نقول لكم برافو تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. فغير على سبيل النكته شويه، لان كنهضرنا عبد العالي منين كنقول له انت يا راك صاحب رشيد حياك الرئيس مدير العام، قال لي وبين صاحبكم كلكم شي واش ما تكتبوهاش ليا كاع تما كتبوها لي، ولكن خلصوا الضريبه نتوما. على اي مرحبا. الله يبارك فيك سي عماد. ثم كذلك معنا ريم. ريم هذا تقريبا ثاني باساج غادي يكون معايا. ريم اهلا بكم، مرحبا. السلام عليكم مسي عماد، شكرا بزاف على الانفيتاسيون ديالك، هذا شرف ليا. وانا يا شادة تي في كنعتبرها الدار ديالي، حيت اول باساج عندي كان عندي في شادة تي في. ان شاء الله هذه الحلقه تدوز نايضه، اكيد ان شاء الله تكون متنوعه من ناحيه اختيارات والاغاني. وثم حنايا الغرض هو اننا تنبقاو بالمواكبه، مثلا ربما مثلا كاين فنانين تيبانوا لاول مره معايا مثلا او مع برامج اخرى، كنبقاو دائما في المواكبه، وتبارك الله عليك راه هذا كتشقي الطريق ديالك بثبات، وغنتعرفوا عليك على الاعمال ديالك الجديده اليوم اكثر واكثر. ثم واحد صديق هو كويري، فنان بلوغر كما بغيتو نسميه، ولكن هو صديقي حاضر معايا اليوم، محسن ناشط. اهلا بك محسن. اهلا وسهلا سي عماد، وكيشرفني الحضور وسط العائله الكريمه ديال شادة تي في، ولي الشرف انني نكون وسط الفرقه العائله الموسيقيه وكذلك الطاقم التقني. دابا اليوم لان اولا تخرجتي سينجل ديرنييرمون ديالك غادي نتكلموا عليه، ثم ولكن عبد العلي لاحظتي دابا من الوقفة الجلسة ديالو الوقفة ديالو تيبان كويري أكثر ما أنه كيبان فنان مغني. كويري، ولكن كاين واحد الكلمة يعني عادة وهادشي غادي شاطر فيه جميع المتفرجين وكذلك الموسيقيين ديالنا، عادة لما كتعطي الميكرو لشي لاعب ديال كرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم خدنا الجدية وتبعنا، فلأول مرة كنشوف نشيط بأنه يعني يحيد داك القبعة ديال كويري ودابا لابس القبعة ديال أرتيست. يعني كان شوية راه كان يلاه كنقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فالمقابلة كانت كنت غادي ننسى نقول مي تبارك الله عليه تبارك الله. ولكن هذا الشيء جديد دابا ربما غادي يخلي هاد التجربه اللي داخل فيها محسن نشيط غتخلي بزاف ديال الرياضيين حتى هما يبداو يفكروا. هي كانت مثلا كنا كنعرفوا عز بودربالة كان كيعزف العود وكان كيغني من الاغاني الجميله سمعناها مثلا حجبوك العدايه والفي،
اللي ربما نقدروا نسمعوا عليه. بدو الزكي كذلك تا هو عازف ما عازف بيان سور القناة و استاذ سابق في كرة القدم طبعا دالي واحد شويه والسعيمه تا هو شويه والد كانت شويه الكره ولكن دابا بقى الفان تما لا لا ما كانش كان في الكره كيبقى الفان دابا الا طلع شي طلعه وحده صعيب رجع أنا واش كنقول لهم لعب معاكم دابا الماتش دابا الا كنا لاعبين 11 مثلا تيران كبير ندير واحد القضيه مع الطلع ديروا لي دوك الطوموبيلات ديال الجولف رجعوني عبد علي تا يلعب كره وحنا راه عندنا الفرقه كانت طبعا غير هي مع الظروف ديال كوفيد هذه تقريبا عام ونص او عامين شويه قالوا لي عندهم شي فرقه في لا ماشي قالوا لك شي العالم كله تيعرف لا راه كنا صابوطاج لا قول عندك فرقه واحده صحاح وغلبناهم انا المهم انا معايا عماد صافي غادي تاكلوا ان شاء الله غادي معكم واحد الربعه ولا يديروا شي موقع اه وي ما تخافش في الدار البيضاء فين ما بغيتي صافي فين ما بغيتي محسن محسن تبارك الله عليه انا ولد الوداد الوداد دونك ولد لي كونت الوداد يعني لعب في الوداد احترف من بعد مشى لتركيا وقيل في قطر سراي بعد درت تجربه كانت في الاسبان الى غير ذلك حاليا تنظن بان غادي هذا العام هذا مع الفريق السؤال السؤال ديال حد السؤال يعني السالمي اللي طلعوا بيان سور البريمير ديفيزيون تحت القياده ديال الاداره التقنيه ديال رضوان الحيمر الصديق ديالنا اللي كنحيي الف تحيه عندي معاه واحد الطريفه فاش كنا لاعبين واحد المره كنا لاعبين الدراري بيناتنا والدراري لي زيكست الرجال حيمر وعمر الجاري الى غير ذلك ايوا المهم دار لي شي خويه في عمره رضوان يقول لي المهم دار لي خويه في عمره ما بغيتش ندخل فيه زعما قلت انا اللي باقي وديك الساعه باقي هو كيلعب في الرجاء صعيب انا ندخل فيه نصدق يقول لك حنا لاعبين معكم مقصرين بشويه آه ويقول لي اوكي جاتك هذه عندنا هوند يعني عنده مع المقامات فحقيقه ان شاء الله نتمنى هذه الحلقه تدوز خفيفه ان شاء الله وغنسمعوا الاكيد اغاني وقطع متنوعه جات قبيل الفكره ما كانش في الحسبان انا وعبد العالي تنهضروا قال لي علاش ما نديروهاش اليوم الحلقه تكون غالب عليها الطابع ديال انها نديروها تكريم الاستاذ من اساتذه ديال المدرسه المغربيه اللي هو الاستاذ عبد الوهاب الدكالي قلت له انا معك وغادي نمشيو في هذا الخط هذا نحاولوا نسمعوا واحد جوج ثلاثه اربعه قطع ديال عبد الوهاب الدكالي اليوم ان شاء الله ولما لا فاخذ بعين الاعتبار استعماد لانه لاول مره غادي نغنيهم يعني الفرقه الموسيقيه راه بذلوا واحد الجهد كبير باش 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 حضرنا هذا الشيء فماشي سهل باش تغني اللاعب العملاق ماشي سهل باش تغني الأسطورة عادة ما نسمع الأسطورة وهي ميتة فاحنا كنغنيو على أسطورة وهي حية نعم. الأستاذ عبد الوهاب الدكالي يعني أسطورة خالدة يعني نتغنى بها وهو على قيد الحياة الله يطول عمره ويخليه لنا وهذا الشيء اللي جميل فكنبغيو دائما هاد لي زوماج تكون والفنان باقي ربما تيتفرج فينا وتيشوف هاد الاعتراف ديالو هذه لحظة من لحظات الاعتراف ديال هاد العمل المجهود الكبير اللي عطاه الخزانة طبعا ديال الأغاني المغربية الأستاذ عبد الوهاب الدكالي كيبقى مدرسة لا يعلى عليها في التلحين وفي الأداء وفي التيمات الموسيقية على أي فنبدأ شنو غادي نسمعوك انت اليوم اليوم غادي نقولوا الصغار يكرمون الكبار ونغنيو الاستاذ العملاق ديالنا شنو الاغنيه الاولانيه اللي نقدروا نسمعوها هاد الغيبه طالت يلا اساتذه الفراق اللي بكاني هاد الغيبة طالت الفراق اللي بكاني الناس دوات وقالت وقلبي مهناني الناس دوات وقالت قلبي مهناني واخا شافوني ساكت عيني يا ميزان
يا حسن عواني أملي دموعي سلت على خدودي وشفاني شفاني ملي دموعي سلت على خدودي وجفاني شفاني عرفوا الحبيبة الحبيبة غابت الحبيبة غابت وقالوا قالوا وقالوا يا حسن عواني وبديت نتعلم نصبر أنا بديت نتعلم نصبر نولف فراق لحبيبة لحبيبة وبديت نتعلم نصبر وبديت نتعلم نصبر نولف فراق لحبيبة 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 شعلت نار كتر وشعلت نار كتر حلتي 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 ولات غريبة واخ شافوني ساكن واخ شافوني ساكن عيني 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 هي ميزاني بلا ما يشور وحتى لين حتى لين حتى لين حتى لين هاد الغيبة وغاب بلا ما يشور بلا ما يشور أي ما تغاب غاب بلا ما يشور بلا ما يشور حتى لين حتى لين حتى لين حتى لين هاد الغيبة سيدي غاب غاب بلا ما يشور بلا ما يشور غاب بلا ما يشور بلا ما يشور وحتى لاين حتى لاين حتى لاين حتى لاين هاد الغيبة وحكام الحب صدر وحكام الحب صدر لحبيب 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 دار مصيباني يا ناري غاب غاب بلا ما يشور بلا ما يشور غاب غاب بلا ما يشور بلا ما يشور حتى لين حتى لين حتى لين حتى لين هاد الغيبة غاب بلا ما يشور بلا ما يشور غاب بلا ما يشور بلا ما يشور بلا ما يشور بلا ما يشور حتى لاين حتى لاين حتى لاين حتى لاين هاد الغيبة بلا ما يشور يا سلام شكرا يا سلام عليك حقيقة تبقى كما قلنا تبقى أغاني الأستاذ عبد الوهاب الدكالي العميد عميد الأغنية المغربية كلها رائعة ما كانت يعني كل اغنيه كتعجبك على اغنيه اخرى طبعا ما كانت كما كنقول اغنيه كتستيك في اغنيه فتبقى بالمدارس الكبيره وحقيقه مزيانه كنشوف بزاف دابا الشباب حتى
حتى هما ولو انهم كيختاروا دي ستيل ديالهم نقمات اخرى بيان سور تتماشى مع الوقت، ولكن ضروري كيتسلمدوا وكيرواو على المدرسه المغربيه الاصيله يعني. طبعا وهي باش تربينا وهي باش غنى يعني الاجيال اللي قبل منا، فالكل يتغنى بالعبد العبد الكالي، فعرب ومشارق وناس خليجيين يعني يتغنون بالاغاني ديال عبد العبد الكالي، لان اولا جمل ذاك سهل الممتنع، فماشي سهل باش تغني لعبد الوهاب الدكالي، لانه الاغاني ديالو كله فيهم دي براتيك يعني، اولا في الـ في الـ في الاوزان ديالو يعني، خص الاستاذ عبد الوهاب الدكالي يعني كان تيحط اللحن على حسب الوزن اللي بغى هو، فالقليل قليل قليل اللي يعني يبدع في الاغاني ديال عبد الوهاب الدكالي، هذا هو اللي خلي عنده باش تكون عنده واحد القاعده جماهيريه كبيره لا في المغرب لا خارج المغرب. كذلك ينتقي الكلام الجميل الرائع اكيد، وهذه اغنيه طبعا لاديتيه من كلمات الاستاذ عبد الرحمن العالمي طبعا دائما الالحان، لان اعتقد انا ما على حسب المفكره ديالي وعلى حسب ما دوزت معه في الميدان الفني وخصوصا كذلك مع الأستاذ عبد الكالي، ما أعتقد أنه غنى اللحن لشيء لحد آخر. أظن بأنه كان عمله المرحوم عبد النبيل الجراري، كان عمله في الأول في الأول ديالو في الأول ديالو كان عمله أغنية، ومن بعد يعني الريبرتوار ديالو كله 99.99% كله من الألحان ديالو. أكيد وأكيد ربما يعني ربما نكون أنا غلط كما قلت، هذا جا تعامل مع الأستاذ عبد النبيل الجراري وربما يكون تعامل كذلك في البدايات ديالو، ولكن أعتقد هنا كما قلت الريبرتوار ديالو أغانيه كلها 99.99% كلها من ألحانه ومن إبداعاته. فكذلك سي عمادي لما مشى لمصر يعني استقر واحد المدة طويلة يعني تقريبا واحد 10 سنوات، كذلك غنى الأغنية المغربية وغنى كذلك من الألحان ديالو، مع العلم بأنه يعني آنذاك يعني كبار الكتاب الكلمات وكثر الملحنين يعني بغاو باش يغني لهم، فبقى لأنه الدكالي معروف عليه ذاك الأنفة ديالو ذاك هذا يعني الأغنية المغربية ولا بلاش. أنا مش نشوف تا محسن ناشط دابا محسن يعني تبين، ولو أن اختار الواحد راسو ستيل دابا لو سينجل ديالك اللي خرجتي تقريبا هذه واحد شهر ولا شهرين، فلو ستيل جاني بحال الشكل ديال سعد المجرد مع رمضان بحال ياك نسي السادة، ولو ستيل اللي غادي شفت واحد الستيل اللي هو باقي ما منتشرش بزاف في المغرب. نعم. في الفن المغربي، وجا مساعدة من طرف فنانين كبار في الساحة المغربية هما اللي بروبوزو عليا أنني ندخل المجال الفني على الطريقه هذه. طيب حنا قبل ما ندخل معك لهذه الاغنيه ديالك الجديد، فاحنا بما انك هضروا على مدرسه من المدارس الكلاسيكيه المغربيه الاصيله مدرسه استاذ عبد الكالي، فانا كنشوف لانك اغاني كلها انت حافظها كذلك يعني، ولو ان ستيل شكل جديد مثلا بالنسبه لمحسن ناشط وغيره من الفنانين، ولكن اكيد انك سامع لعبد الكالي مرات ومرات. اكيد اكيد ولا عز لي الطرف صراحه ملي غادي تردد معك هو الكره انت درنا معك الكره انا نوي ف ريم نبقاو حنا في كما انا وعدت الجمهور اليوم الحلقه نديروها يعني غالب عليها اغاني عبد الوهاب الدكالي، نسمعوا شي حاجه من اختياراتك. بغيت غير نقول واحد الاضافه سي عماد، انا كنت من الشباب المحظوظين اللي حضرت التكريم ديال الاستاذ والموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي، التكريم اللي انضمته نادي الفنانين المغاربه برئاسه الاستاذ ديالنا والفنان المقتدر استاذ عبد العالي الغاوي، لهذا الشيء ماشي بالامر الغريب عليه، هو ديما كيساند الشباب ولا الفنانين الكبار. كنشكرك بزاف، واليوم غادي نغني ان شاء الله اغنيه حجبوك العدا. يا سلام، من الأغاني الجميلة العزيزة على قلبي وحافظها باركور، ولكن أنا ما غاديش نتقدم حداك لأنك أنتم أهل الفن وأهل الطرب، إحنا غير كنسمعوا عندنا أذن استماعة. أنت مؤسس الطرب. لا ودز معك الأزياء الكاملة سيف. مؤسس الطرب أنا ومحمد عبد الوهاب. ذكرتني الأخت ريم، اسمح لي سي عماد، ذكرتني الأخت ريم التكريم اللي حظى به العميد الأستاذ عبد الوهاب الدكالي اللي انضموا نادي الفنانين المغاربة، واللي أصر وألح بأن يكون من التنشيط ديالكم، فقولها وعلاش قولها. لا أنا يلا غنرجع لأنه كانت حقيقة سهرة زوينة كان تم تكريم فيها وكان عجبو الحال كثير العميد، فطبيعة الحال بلي نسولك كنت انا اللي مقدم الساره، لان بحكم انا تحت يعني مع نادي الفنانين اللي كتراسه عبد العالي، ولكن اللي كان جميل هو العلاقه ديالي بالاستاذ عبد الوهاب الدكالي، واحد العلاقه جميله جدا وجبناها فاش جا عندنا تما، ولولاك ما كانش غادي يكون، لان يعني انت اللي جبتيه من الدار ديالو ورديتيه كذلك من الدار البيضاء للرباط. لا هو عنده هذه المساله هذه، دوز عندي هزني من الدار 17 ايطاج وعاد نمشيو نشدو الطريق.
والحمد لله هذا الشيء كله تبقى في أنا تنفتخر تبقى في السي في ديالي يعني في المسار ديالي الإعلامي بأنني جاورت وعاشرت وصاحبت وناس أكفاء مثل الأستاذ عبد الوهاب الدكالي وحقا كانت السهرة زوينة داك التكريم وكنت غنيتي فيه ريم غير يوم من بعد منه كانت ما بقيناش هضرنا على شيء لأن كان جات هاد كوفيد صابتنا بأصاب الجميع طبعا من تم تقريبا راكم يا مرة جاية فرسك راه قريبة دور العامين تقريبا راه عامين هادي ولكن الحمد لله بوادر الخير هيا بدينا نفسو شويه بدينا نخرجوا شويه بدينا نغنيو مع العلم انا نقدر نقول لك بانه صوتي راه مزغب دابا فهمتي لانه باش نغني من بعد الفتره هذه كلها راه ماشي سهل راه خصك ترويض ديال الاحبال الصوتيه اكيد اكيد فاخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء المهم راه كتمشي للحمام وكتشوف المرايه وكتبقى تغني باش بعدا تبقى شاد بحال الكويري دابا الكويري دابا الى ما بقاش كيتريني مشى مره تضرب باكيات تضرب هذا طيب ريم حجبوك العدا يا ولفي حجبوك العدا كلمات يا سلام عليك مزيان انا كيعجبني مزيان فكرتيني حقا كلمات حسن المفتي والاستاذ طبعا الالحان الموسيقار عبد الكريم
ثوبك البحور نسقها بشراي لا وبنواليك سور نهدو بدراي لا وقطعو بك البحور نسقها بشراي لو حطوك في جبل عالي أو حتى في تلت الخالي لو حطوك في جبل عالي أو حتى في ربع الخالي لازم نوصلي لازم نوصلي لازم نوصلي نوصلي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي السلام عليكم بارك الله عليك حقا كلمة جميلة سيد سي حسن المفتي طبعا لو حطوك في جبل عالي أو حتى في ثلث الخالي لازم نوصل لك أو الربع الخالي ولماذا أوكي الربع الخالي أوكي يقولها واحد لو حطوك في الربع الخالي طريقة ديال الأداء ديال الأستاذ عبد الوهاب الدكالي بارك الله عليك مازال غادي نهضروا في المشاريع ديالك والأغاني ديالك بيان سور أنت أول مرة تعاملتي فيها كأغنية يعني أول سينجل ديالك كان مع عبد العلي الغاوي كان مع عبد العلي أول سينجل ديالي اللي كان فيديو كليب كان كانت عندي أول تجربة وكانت الفكرة ديال الأستاذ اللي أنا كنعز واحد المعزة خاصة لأنني كنعتبره أخ كبير اللي ديما كنرجع ليه وكنسولو وماشي غير أنا جميع الفنانين كنحسوا بها بحال واحد من العائلة ديالنا كان التعامل ديالي معاه وكانوا كان لحنوا الكلمات ديالو على حسابك هادشي شكرا شكرا مزيان ولكن واخا ما فهمتش هذا الشيء كدير مالنا حرمني انا بنت وانت بدارك قلت لك زعما زايد البوا بزاف ولا جماعه الوغ دونك كانت اول اغنيه مع عبد العلي بيان سور وكاين شي اعمال جديده بيان سور يلا حطيت واحد كوكتيل ديال الراي جمعت بزاف ديال الاغاني ديال الراي اللي دمجتهم بيناتهم واللي تقدروا تدخلوا تسمعوهم في اليوتيوب وان شاء الله قريب اعمال جديده مع الاستاذ نيت مع الاستاذ عبد العلي الغاوي اللي قريب ينزل بلا ما نحرقوا لهم الفيلم ياك لا 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 فقط نقولوا بعدا اولا لان الاغاني اللي تتعامل فيها مع عبد العلي دونك كلمات والحان عبد العلي الغاوي كلمات والحان ديال الاستاذ وان شاء الله غادي يكون حتى واحد العالم العمل السينمائي قريب ما غاديش نقول لكم بزاف عليه باش ما باش كامل حتى هو مع عبد العلي الغاوي تزعمت باش نقول ديال تزعم فينا تمثل تو تدخل ليه لا ولكن انا دائما تنقول ريمي لانه ما شاء الله عليها ما سهلش باش تكون انجينيور مثلا وباقا صغيره فانا تنقولها دائما قرايه هي الاولى ومن بعد الغنى الى جا فوق من الشبعه هذا الحمد لله هي في المقتبل العمر ديالها ومقتبل يعني باش تعطي اكثر واكثر ولكن ضروري يبقى لها عام ما شاء الله ونفتخر بها لانه كنفتخروا بعض الشباب اللي تيكونوا ما شاء الله عندهم شواهد عليا وكذلك هما في العالم ديال الفن فهذا الشيء ماشي سهل برافو وهذا سبب من الأسباب ديال الغياب ديالي على الساحة الفنية حيت كما كنقول باش أنك تدرس 5 سنين ديال الهندسة ماشي سهل إن شاء الله بقى لي عام واحد وديك ساعة غادي نكون ديسبونيبل غير لهنا إن شاء الله إن شاء الله قلت لي كل شيء ما خليتيني أنا ما نقول غادي نخلي واحد شوية نقول لها ولكن شنو سبب الغياب ديالك على الساحة الفنية باش تقول لي لا راه حيت أنا بقيت كنقول 5 سنين ديال الهندسة قالت كل شيء برافو عليكم توكا ونتمنوا لك التوفيق إن شاء الله مازال غادي نتكلموا معاك ونسمعوك كذلك بغينا نسمعوا محسن النشيط لوحد شي باس وانت ضربها فهمتيني نضرب بالراس أول تجربة لي أنا وأنا محظوظ صراحة لأن كنت عندي العائلة ديالي في الفن بليزير جالس أنت مع أصحابك هنايا والعائلة كلها ودي أول أنا مؤدي استعراضي ماشي مغني باش ما نطفلش على المغنيين طبيعة الحال انت بيان سور وعاد زيد اليوم حنا حاطينك انها تغني لايف عاوتاني ما ساهلش مع الفرقه الموسيقيه ولكن انت اولا رياضي كويري وثم هاوي الفن فبالعكس وختيتي واحد لو ستيل ديالك سي بيان ولكن حنا اليوم غير في دندنه ما كيحال انا ملي كنبدا مره انت انا نقول ما كيحاسبنا حد هنا الاوفياء مشاهدينا راه عارفين راه خوتنا وحبابنا وهذا هو الغرض من الدندنه هذه
بيان سور انت في الكره كتعبى دومي سونتر دومي سونتر بارك الله القامه كاينه الطوله كاينه المهم انت افا سونتر لا ديتونت كلشي كاين انا افا سونتر حاجه وحده الا كان شي طاجين زوين والله كنت واخا دريت واخا دابا عماد الكاشي ديالو غيولي مضبل لان غيبدا يدخل التيران يعني غيقولوا اولا غني لنا عاد لعب الكره فديما كاشي ديال الكاشي ديال الاول وعاد الغنى اكيد فهمتي فهاد الحلقه هذه مع عماد مع دندنا يعني غتخلق لك مشكل كبير يعني فين ما تدخل التيران تيقول لك غني لنا غني لنا دخل تلعب ماتش المهم الا كان في رشراش غني ما بيش صافي ماشي بطاطا يلا ما نطولوش على مشاهدينا نبغيو نسمعوا ما فيش حاجه شعبيه شوفها مدندنا هو معك عبد العالي يلا يلا غني وكلنا احنا في اسره فنيه الحمد لله شنو نديروا شي حاجه شعبيه اشدك في الزين ياك اشدك تمشي الزين وانت يا وانت يا راجل يلا اشدك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين اسماني قلب بالحين بس ما تيجي يا جداني لا لا كان في الاول حب زوين جا ما بين القلبين بالاخير جا نصراني اشدك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين وزماني غلبك في الحين بس ما تيجي يا جداني لا لا كان في الاول حب زوين جا ما بين القلبين بالاخير جا نصراني اشدك تمشي الزين ونتا يا راجل مسكين اشدك تمشي الزين ونتا يا راجل مسكين يا ما سمعتيش يا جداني علاش تنخمم لا لا درتها بيديا وعلاش تنخمم يكون ما زابوني رجلي ما نزيلي يكون ما زابوني رجلي ما نزيلي درتها بيديا وعلاش تنخمم لا لا درتها بيديا وعلاش تنخمم يكون ما زابوني رجلي ما نزيلي يكون ما زابوني رجلي ما نزيلي علاش تنخمم لا درتها بيديا وعلاش تنخمم يكون ما جابوني رجلي ما نزيلي يكون ما جابوني رجلي ما نزيلي اللي دارها بيدي فكها بسني 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 وعلاش تنخمم اشدك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين زماني غلبك في الحين ناس ما تيجي يا جداني لا لا كان في الاول حب زوين صدع ما بين قلبين بالاخير جا نصراني اشدك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين وزماني غلبك في الحين ناس ما تيجي يا جداني كان في الاول حب زوين زعما بين القلبين في الاخير جا نصراني اشدك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين اشدك تمشي الزين وانت يا عماد زوين يا ما سمعتيش يا جداني هو مالولو هو مالولو هو مالولو تم ما بقيت انا هو مالولو هو مالولو هو مالولو تم ما بقيت انا هو مالولو هو مالولو هو مالولو تم ما شكيت انا زيت طبيله سيني وزيت طبيله خويا وزيت طبيله وزيت
خرجتي راسك شوي وصافي درنا معك اغنيه ماشي جوج وسي سمعني وين داخل راسو داخل شي لا الدور الميكرو راه زعمه راه زعمه الصراحه برافو عليك تبارك الله تبارك الله دابا قال انت لي دابا ملي كيكونوا في الفيستير دابا دعمت في شباب السن السؤال المهم حنا كنعرفوا بحد السؤال من الفرقه حد السؤال دونك واقيلا في الفيستير كتبقى منشطهم انت ديما انا في اي فريق كنمشي كنشط الفريق في الكار في الفيستير في الماتش دولينا شويه على الاغنيه لو سينجل ديالك باش نديرو لك شويه بروموسيون كذلك لان باش الناس تمشيو لها اولا الاغنيه كاينه في لاشين يوتيوب ديالك ديال محسن نشيط الاغنيه الاسم ديالها نص الليل اللي شرف على العمل ديالها استوديو ديفينشي وحاتم الاخراج ديال حاتم الطيف الاغنيه جات فكره من عند فنانين كبار في الساحه المغربيه كنت جالس مع واحد النهار بروبوزو عليا قالوا لي علاش محسن ما ديرش واحد السيل اللي هو جديد في المغرب السيل يعني شبابي ودرسنا الفكره ووافقت عليها وفي زمن كورونا خلاني نكتشف راسي بزاف ديال المواهب اللي ان شاء الله في التمثيل ان شاء الله الوغ في التمثيل كذلك لان درتي شي عمل مغربي ولا ديجا حيت سمعت شي حاجه مع الناس ديال لا كاسا دي بابيل دونك في لا سيري في سيزون 5 انا سبق لي شاركت مع المخرج هشام عسري في فوق السحاب خديت واحد التجربه قصيره اللي كهوايه من بعد في الكونفينمون كنتفرج في السيري ديال لا كاسا دي بابيل طلع لي واحد السيت عمرت فيه غير لي دوني بارازار يعني داز سنتين فهاد السنه كنتلقى في الميساج جيميل كونكو راه محسن راك تقبلتي وقفنا وافقنا على البروفيل ديالك وداك الشيء صيفط لينا لي بروفيل لي فوتو بروفيسيونيل مشيت درت شوشينغ وصيفط ليهم وبقى التواصل ديالي مع المخرج والفارو مورتي وان شاء الله غادي يتم الالتحاق ديالي ان شاء الله معهم في السيسي بارك الله عليك هما غيصوروا هنايا هاد العام غادي يدخل المغرب ورزازات يصوروا ورزازات ان شاء الله في هاد سيزون 5 مزيان ولكن شنو انت عندك الاسبانيا انا عندي الاسبانيا وعندي عطيني السيناريو كنحفظو دابا في الاجزاء اللي الاسبانيونيه نيت بيان الاسبانيونيه دونك ما دوزتي شويه في اسبانيا في شي فرقه تما كنت في واحد الفرقه في دوزيام سي كان دخل لي سي نيبش كنشكرو في هذا المنبر وسي مصطفى حجي اللي كيشرفوا عليا ملي كنت في غلاطا سراي مشيت واحد ليكيب تما لا كورونا راه كان فيها ديبورتيفو لا كورونا اللي كان فيها النيبت و لافا باسير والنيبت وحجي واحد الوقيته لو دريو كان هذيك وكنت غادي نمشي وجات مع البديه ديال جائحه كورونا وكان الاغلاق ديك الساعه ورجعت للبلد ديالي نعم تبارك الله انت الغناء التمثيل الكره دونك مزيان شدوا راسك ان شاء الله شدوا راسك ان شاء الله بنتي انيماتور في البلاصه مصطفى حياك المخرج الله يخليك حبس الحلقه لان راه يدي لي بلاصتي برافو عليك والحياه كلها تجارب سي بيان سي بيان محسن اللي تعجبني فيه توجور كيديجاج طاقه ايجابيه دونك هذا الشيء اللي كاين بوزيتيف فايبس سي بيان تبارك الله عليك ولكن غنتبعوك في الكره ان شاء الله غنديروا شي ماتش ان شاء الله اكيد غنديروا شي ماتش مع السعب الدهري وعندك نديروا شي نهار تجينا بشي فكره شي ماتش نصوروا شويه لقطات ندوزوا ريبورتاج للمشاهدين نشوفوا طبعا على حقيقه شكون اللي كويري باش نعرفوا شكون اللي كويري شكون اللي كويري لا 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 الحمد لله ان شاء الله راه حنا كيعاودوا لنا عام راه تبارك الله راه كيعاودوا لنا واش عبد علي واش بغيتي يا سلام طيب يلا نرجعوا شويه نبقاو خلينا نبقاو شويه في عبد الوهاب الدكالي معاك ما كرهناش والله العظيم لان راه عرفتي شنو الحلقه اليوم غدا كنا باغيين نبرمج بزاف د الاغاني ولكن راه غدا كت ما شاء الله لان الكلام كثير وكاينه الماده غنيه اليوم و الوغ كان يا ما كان الله هي من روائع طبعا ديال الاستاذ عبد الوهاب الدكالي وهي من نظم وزجر وشعر الاستاذ سي محمد الباتولي اللي كنحييه من يعني الناس اللي يرافقوني في برامجي يعني وكنسمع النصائح ديالو كان يا ما كان طبعا اغنيه راه ما سهلاش لا هي كتبغي هي مصوره راسها انا كنت كنقول فاش خرجوها في 85 او 86 هاد الاغنيه كون كان ديك الساعات الظاهره ديال الفيديو كليب مصوره راسها وانتم غادي تسمعوا غادي تعاودوا تاكدوا معايا احبائي مشاهدينا الكرام تسمعوا الكلام مع اللحن وكان ربما اي واحد يقدر يدير له اخراج طبعاً. يصورها لان يعني الكلام كان دقيق جدا وجميل جدا نمشيو تفضل
للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عنا من الزمان وبادي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان وكان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عنا من الزمن بادي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان وكان يا مكان أنا وحبيبي عاشقي التنين نرعى الغنم عايشين عايشين هنين في مرج الوقت الأخضر بالليل نباتوا سهرين وفي الصبح نصبحوا متعنقين نحلموا بموسم الحصاد نجمعوا الصبا وخير البلاد نديروا عرس نولدوا ولاد كل من السر يكبر كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان شيخ البلاد على جواد وكان هو شاف غزالي في الواد غزالي في الواد اخطفها وزاد خلى دمعي 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 عليها هو ما قدرت ما قدرت عليها نصبر وفي ليلة الفرح تألم قلبي تألم قلبي وسال الجرح وسال الجرح وكان اللي كان كان اللي كان الصبح ويبان دول الفجر هو قبل ما يطل الصبح ويبان دول الفجر سللت للقصر واختفت اختفت البدر ناوي بغزالي نهرب لكن صور كان عالي لمك في الجواد يعتر لمك في الجواد يعتر شافونا الأهالي شافونا الأهالي وتفضح السر أنا والخليلة أنا والخليلة أنا والخليلة نترجموا بالحجر على جنبنا نبتة شجرة
حصنها متشبكين ضلت ضلها وغطت القبر ورضاتتني نبات ومتعنقين بكين العين فضونه أخضر عصفور أخضر وفي كل فجر إيجي زرنا عصفور أخضر وفي كل فجر يجي زورنا يغني حكايتنا ويدعي الله لنا يغفر عصفور اخضر وفي كل فجر يجي زورنا عصفور اخضر وفي كل فجر يجي زورنا يغني حكايتنا ويدعي الله لنا يغفر ومع الايام صبحوا العشاق في كل جمعه يزوروا الشجره ومع الايام صبحوا العشاق في كل جمعه يزوروا الشجره يرشوا المكر موحنا حنا وزهر يشعلوا شمعة يدرفوا دمعة يغطيونا يغطيونا بتوب حرير لونه أخضر صبحت الحكاية ترويها العجايز للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عنا من الزمن بادي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان جميل جدا كانت الاغنيه كتخليك تمشي معها تسافر فيها وتحلق عاليا اغنيه اللي كتسمعها وميم طون كتشوفها يعني تعبر عن نفسها تشرح نفسها فهذه من الروائع ديال العملاقين الاستاذ البتولي والاستاذ عبد الوهاب الثكالي فهذه من القمه اللي حققت واحد النجاح كبير فالان يعني كيتغنوا بها في الدول الخليج بواحد الشكل غريب بحيث كاين بعض الفنانين اللي عاودوا لها التوزيع ديالها بايقاعات خليجيه نعم. ولكن كيبقى الايقاع المغربي هو أكيد. لا يعلى عليه اكيد لان بعض الناس كيصعب عليهم يغنيوا في الايقاع المغربي لان بعد كيديروا هما ايقاعات كيركبوه كيدير مركبه باش يلا تتماشى معهم مع النمط ديال الاغنيه الخليجيه فمازال غادي نبقاو في هذا الجو انا المهم اللي عجبني هو الكره اللي عندك صحيحه لا ما شاء الله راه دابا محسن نشيط راه نشيط حتى في الكورال ومع ريم انا ما كرهتش يعني لا بقاي تولي تخدم معايا نديرو شي ديو انا ويا مرحبا يا شرف ليك بصح والله الا شرف ليك ديو في كره في كل شيء هذاك خليه غير في الكليب لا خليه انا ندير اما نمثل معكم البطل ولا شي حاجه ولا نديرو ديو ان شاء الله هو اللي مالا اللي مالا ان شاء الله فعلى ذكر ديو كاين سمعت بغا يدير شي ديو عندي شي خبيرات كاين واحد ديو ان شاء الله اللي تكون مفاجاه الجماهير المغربيه نعرفوا نقدروا نعرفوا شكون معاه من لا خليها سيرفريز ودابا شوف باش ما نحرقوش البلايص ترانجا معنا شي شويه واش عندك عزيز وشاب عزيز وغالي انت تحيه للفنان البشير عبدو سعد مجرد حقيقه هذه الاغنيه عزيز وغالي كذلك من الاغاني الجميله اللي كان ف دونك الاغنيه ديالك هذه هي من كلماتك اعتقد الكلمات ديالي كلمات الالحان ديالي انا برافو عليك طيب نرجعوا معك ريم
فنجي ان شاء الله دابا في الدراسه ديالك باقي لك عام وتاخذي الدبلوم بيان سور كديري لاركيتكتور ولا نو كندير لانجينيور ايروسباسيال هندسه الطائرات وبقى لي هذا ان شاء الله اخر عام وغادي نتخرج ان شاء الله وديك ساعات جدوا ديسيدي واش نتجه للمجال الفني ولا المجال ديال ايوا خليك الدراسه ديالك جايين كنهضروا في هذا الشيء قبيله الطائرات ومازال كتفكر لا خلينا الفن غير هوايه وبيان سور غادي نبغيو نسمعوك ولكن يعني مثلا حتى نقربوا الناس مثلا في الدراسه ديالك في يعني هندسه الطائره شنو كتقراو بالضبط يعني واش تقدري تصوبي لنا طياره مثلا نقدروا نصوبوا مثلا شي بياس ديال الطياره مثلا جناح ولا ولا في الهندسه داك الشيء مو جناح راه كاين لا ولكن الحمد لله لان في المغرب راه غادي الحمد لله في هذا المجال ديال صناعه في هذا المجال ديال الطيران في الصناعه ديال الطيران ميتي دو فيتور كنقراو حنا وكنقراو حتى لوطوموبيل كانت يعني نفس البرينسيپ الطياره غدا في السماء والطوموبيل غدا في الارض نفس الحاجه وكنبغي غير نجاوب الناس حيت لقيت بزاف ديال التعاليق على الكوكتيل ديال الراي اللي يلاه لحتو كيقول لي زعما علاش انت راكي زعما كديري الهندسه شدك لشي غنى زعما علاش كتمشي كتغني وزعما كيفاش كديري انك توفقي ما بين هاد الجوج هادو هما بين الاسئله اللي جاوني انا كنبغي نقول بانني ملي كنت صغيره كما انني كنت كنمشي كنقرا في المدرسه كنت كنمشي كنقرا في المعهد الموسيقي يعني انا من انا صغيره وانا مربيه على هذا الشيء الغناء والموسيقى في نفس الوقت وبالنسبه للغناء انا كنديرو كمتنفس ليا القرايه كنكون بهذه الشخصيه ديالي والغناء كان لا هما المقصود ربما لانك شفناك في اغاني يعني الراي ربما زعما صوتك اقوى من انه يمشي للراي وانت خصوصا يعني ما بغاش ديري من دابا واحد اون كارير بروفيسيونيل يعني كان ممكن تغني اغاني طربيه اغاني ذات يعني انماط اخرى من غير رايك عنده حرفه ديالو كي يمكن هذا هو انا بالنسبه للراي كنقول بان الشباب زعما الشباب ديالنا كاملين كيعجبهم انهم يسمعوا للراي سورتو كو دابا الصيف ملي مثلا كيطلعوا معايا صحاباتي للطرومبا كيقولوا لي ديري ديري لنا شويه ديال الراي يعني كنشوف بان الشباب كاملين شباب المدمر كما كانوا مدمرين الشباب ديالنا زعما كيعجبهم يسمعوا لا شوف اغاني ديال ما شاء الله يعني اسمح لي عماد يعني ما شاء الله الشباب ديال اليوم يعني منفتح على جميع الانماط جميع الراي نقدر نقول لك هذا ماشي عماد لانه جالس كان في يوم ما يعني كان عنده برنامج ضخم وكبير ولا زال يعني عنده برنامج ضخم في الدوزان عماد غاسا عماد باش هو اللي حبب الشباب الأغنية المغربية فلما كان في رباعيات أو كان هذا التاريخ كيهضر ماشي كون ما عماد ما كانش غنقول هذا الشيء هذا من ضمن البرامج ديالو كانت عنده سهرة وكان عنده كذلك برنامج ديال البطاقات أو التوب 10 اللي كان تيدير فحبب الشباب الأغنية المغربية ولينا كنسمعوا مرسول الحب ولينا كنسمعوا قطار الحياة ولينا كنسمعوا أشياء كبيرة في واحد الوقت اللي طغات الأغنية الخليجية والأغنية الشرقية فهنا دور الإعلام لأنه جاي يعني باش يمكن الأصوات ديالنا فما نقدرش نقول بأنه جميع الشباب لا حيت حتى مثلا دابا مثلا كنشوفوا دابا كاين مزيج مثلا من الشباب تيبغيو يسمعوا سعد مجرد حيت معمر الأمينوكس أسماء منور جنة ماهيد أحمد شوقي وهذا الشيء ما كيغنيوش الراي كلهم تيغنيو أغاني أخرى من غير الراي ياسر الراي كاين اللي مختصين فيه وكاين بزاف الأغاني زوينة ديال الراي داروها الفنانين ولكن ماشي كلشي كيسمع الراي الشباب هذه فكرة أنا عندك قلت أن الشباب كيعجبهم أنهم يسمعوا الراي وكيتغنوا به طيب دابا حنا نبعدوا شوية على الراي وخلينا في الطرب سمعوا أغنية مستنياك يا سلام وشو دابا مني جابتنا وفين غتسمعنا لا تيلاش حيت عندنا مع الطيران تفضل
يا روح يا عني قريب مني مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبتي تعبتي من الأشواق مستنياك وانا دايبة يا
سلام عليك مستنياك. روائع الطرب العربي طبعا للفنانة عزيزة جلال بليغ حمدي بطبيعة الحال. إحساسك جميل، ولكن الرأي واش كنت كتقولي لك بقيت كندور في راسي، الرأي واش الرأي سنتيمونتال ولا الرأي ديال الواي واي؟ لا سنتيمونتال. لا سنتيمونتال. بغيتي تعطي الإحساس ديالك وهذه الحركات الجميلة في الصوت ديالك ديرهم سي بيان، وان شاء الله نتمنوا حتى كذلك الاعمال اللي مع عبد العالي الغاوي تشوف ترى النور قريبا ان شاء الله. فقط انا عبد العالي بغيت نسولك، انا سمعتك داخل الاستوديو هذه الايامات تكلمنا شويه على الجديد. طبعا هاد الكورونا عندها مساوئها ومحاسنها، فخلتنا ندخلوا بانه سدوا علينا في الاستوديو ونشتغلوا لانه ما كاين ما يدار. فالحمد لله دابا عندي واحد الكم كبير من الاغاني اللي وجدتها لنفسي وكذلك لبعض الفنانين اللي في القريب 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 العاجل ان شاء الله يعني غادي نشوفوها، اللي انتهيت من التصوير ديالها هذه واحد يومين، اغنيه ديال سبحان الله وربي يستر، كذلك اغنيه يعني اغنيه كتردنا لذاك الماضي الجميل او الحنين للناس الغيوان اللي تربينا فيهم وتشبعنا بالمقامات ديالهم وبالكلام ديالهم الجميل المعبر الذي يغن اللي كانوا تيغنيو باش يغنيو ماشي يغنيو باش يفرفشوا. فالحمد لله خديت هذا النمط ودخلت في واحد التحدي كذلك مع راسي، قلت ولما لا ندقت هذا الباب هذا ديال النغمه الغيوانيه. دونك اغنيه ستيل غيواني، ستيل غيواني 100%. طبعا التوزيع كان ديزارونجمون اللي هما درتهم خفاف، ولكن كيبقى داك البانجو اللي هو حاضر بقوه لانه هو جزء لا يتجزأ من الظاهره الغيوانيه اللي بقى وغتبقى ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك الى بغينا نهضروا على الجديد دابا هذه الاغنيه لونسيتيها، كتفكر في شي حاجه اخرى بالنسبه لك محسن؟ وكيف بس باغي قلت لك راه كاين ان شاء الله واحد الكليب ديو واحد الفنانه اللي عربيه. انا راه عارف راه بغيت نقول ولكن نحرق لك نخليها شويه. يا راه ما كاين مشكل، اللي عندها لمسه كبيره في الوطن العربي. اللي بغى يعرف شكون هاد الفنانه هذه دخل الانستغرام ديالي. ايمن تي في. ايمن تي في اوفيسيال راه باينه، يدخل ونقول له شكون هاد الفنانه صافي. ان شاء الله اللي غادي تعطي الكلمه ديالها ان شاء الله تكون واحد اللمسه يعني مغربيه 100%. وانا بان لي عبد العالي بان لي اليوم محسن نشيط اليوم شفتو مركز اكثر على الغناء والفن، شو بحال بدا كينسى الكره. لا راه غادي تخاصمنا مع رضوان الحمر. لا لا بالعكس، كره القدم مابقاتش بينا، بالعكس ولات شي حاجه رئيسيه في الحياه ديالي. انا من الصغر من 7 سنوات وانا كنترعرعت في فريق الوداد البيضاوي، يعني خديت تجارب كبيره فريق في كره القدم، احترت مع فرق كبار، وكره القدم كتبقى من الاشياء الرئيسيه. يعني انت بحال دابا الدومين ديالك ما يمكنش الا ما درتهاش في النهار ما كتكونش مرتاح. نعم. والفن راه شي حاجه كنعشقها، واكيد عندي الاحباب ديالي الفن راه غادي ندخل بابواب واسعه. لا وليتي مصاحب جميع الفنانين مصاحب معاهم. دونك حنا نشوف غادي نبداو نمشيو نشجعوا الفريق السالمي ان شاء الله. سوان ندخلوا نشوفوا بخساري ان شاء الله منين نرجع الجمهور للغرادة ان شاء الله. تلقانا حنا المهم التيكي الفي اي بي على حسابي. انا غير الا شفت شي فوضى في التيران راه عرفني انا. انا قلت انا جيت باش نسمعك تتغني في التيران. تلقى كاع الفنانة والفنانات ولي زانفلونسوز هازين تيفو تيفو لاشين. فما شاء الله انا حضرت له بزاف ديال الجلسات اللي يعني شحال نايضه زعما الشعيب هذاك الشيء الشعبي نايض. اش غنديروا غادي نختموا معاه الحلقه باش لان في الاخر يا سلام يا سلام شو في الشعبي صافي نديروها في الشعبي نخليوك حتى الاخر. ولكن داك الشيء الحيحه ديالك اللي كنعرفك به اكيد اكيد. شوف صافي راه لا ديتونت عنده طويله راه الا تهز بالراس مشى عرفتي جالس شويه عليك اخويا. عبد العالي نسمعوا شي اغنيه نمشيو نبدلوا شويه النمط، لان يعني كما قلت اليوم راه درنا تقريبا بحال امتي توماج الاستاذ عبد الوهاب الدكري، سمعنا العديد من الاغاني، دابا نمشيو نقلب لنا شي شويه ديال شي لون اخر. مرحبا. يلا تفضل شنو تسمع؟ مرحبا سي ادريس طبعا الذي من الاختيار ديالو شي حاجه حليميه يلا. Thank you.
كامل الأوصاف فتني للعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني آه يا ليلي آه يا عين كامل الأوصاف فتني للعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني آه يا ليلي آه يا عين للعيون السود رمشهم لين للعيون السود رمشهم لين للبيحلم باللي غايب للعيون السود خدوني آه يا قلبي آه يا قلبي يلي دايب آه يا قلبي يلي دايب علموك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني علموك وسهرت استنى النجم
الله عليك أبا عال. فحقا ما سخينا شيء بكم، كانت حلقة فيها شوية متنوعة، فيها شوية الفرفاشة، وحنا يا دائما أقولها وأعيدها في كل حلقة كل ما أتيحت لي الفرصة أننا كندخلوا واحد طاقة إيجابية على مشاهدينا بانتظار إن شاء الله الأمور هيا كتمشي تدريجيا، وهذا يكون كل شيء هادشي اللي دوزناه في هذه السنة الأخيرة في خبر كان، لأن دوام الحال من المحال، والحمد لله في الأفق سيكون مقمر إن شاء الله بحول الله. وكنتمنى كل الحظوظ الناس اللي بغاو يشتغلوا طبعا لهذا البلاد هذه في ظل هذه الحكومة الجديدة، فكل الحظ إن شاء الله، وما يكون ما غيكون غير الخير إن شاء الله، نتفائلوا خيرا بحول الله. الحمد لله يعني غادي يكون فيها الخير إن شاء الله أكيد. والحمد لله غادي ترجع كيف قلتي لنصابها، وغترجع الأمور المجرها، ورجعوا كذلك نفرفشوا ولعبوا الكرة أكيد، وراك وعدتي الجمهور بانه غادي نلعبوا ماتش ديال الكره. اه ضروري، وانا غادي نتحداك ان شاء الله بالفرقه ديالي غنتحداك. واش نلعبوا غير ميني فوت ولا نديروا 11 11؟ كاين كبير زعما اللي بغى على كذا، لا كل شيء انت اللي بغيتي. اجي علاش ما نديروش مسه ربع، نشوفوا شكون الرابع يكون معنا ونديروا مسه. موجودين الدراري، الكاميرامان باغي، كلشي باغي يلعب، وبلاتي نشوف نديروا واحد البلاطو حتى دريس باغي يطلع، دريس كاميرامان بلينا جيب كلشي صافي، وعاد دريس عبد اللطيف دريس الاخر، وغادي يكون نقل مباشر ديال دريس مباشر، غادي يديروا لايف. عاد لاحظت القضيه كاين بزاف ديال دريس هنايا. اش قلتي عبد العلي؟ غنديروا لايف ان شاء الله، غادي تكون مباشره على شاده تي في ان شاء الله بحول الله. مباشره طبعا، مباشره راكي بعد بغيتي تضحك الناس فينا. وكنتمنى لك خيرا، كل واحد الله يوفقه في الاتجاه ديالو. شكرا لكم جميعا. حنا في الاخر كما وعدنا الجمهور، غادي انت غادي تنوضها لنا، غنديروها نايضه في الاخر حلقه. يا راه شي حاجه تشعلي، ولكن راه معك عبد العالي ومعك ريم. كنشكركم جميعا، كنشكر كل الطاقم الفني والتقني والموسيقيين. هذا عماد يحييكم، الف تحيه، الى اللقاء. تحية جري لقريب الدواري، هو جري لقريب الدواري، المحبة اللي جبته يا عينيا، أو المحبة اللي جبته يا عينيا، أو الليلة بابا اللي أسيني، أو الليلة بابا اللي شفتوا يا عينيا، والحيلة الأول اللي أسيبها، أول
عينيا نحب اللي جبته يا عينيا او اللي لبابا اللي اسيدي او اللي لبابا اللي على بويا محبة اللي جبته يا إيليا محبة اللي جبته يا خويا أو الليلة بابا اللي أسيدي الليلة بابا اللي مقوى جري ولا قريب الدواري مقوى جري ولا قريب الدواري محبة اللي جبته يا إيليا والليلة بابا سيباني ودور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها هنا الهي هنا سلم الهي طالعة في عقبة والنار شعلة فيه دور بيها سيباني ودور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها سرجو لعودي وعطوني الجمو باش تركب عليه القيدة بيع الله سيدي انور بيع الله سيدي عبد الهادي بيع الله ريتا ريتا